القاتل المفترض لأنه الجهة الوحيدة اللي تنجم تأكد أنه هو القاتل الفعلي هو القدر. الكادو الهدية الله يحسب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في غنى على جثة مع الهدية تمثل جثة تونسي جثة الإرهاب. ماهيش هدية تقدم لحبنا احنا نطالب الهدية اللي تقدم للشعب التونسي هي معرفة أو الكشف عن جميع الأطراف اللي تورطت في اغتيال أمين العام رفيق شكري بلدي. أي الأطراف اللي خذت القرار في الاغتيال اللي خطت اللي معناها وفرت جميع الإمكانيات للاغتيال والطرف اللي نفذ اللي حصل في ملف الشهيد شكري بلدي في الملف القضائي مرد هذا نحن منذ البداية كحزب وكمحامين لاحظنا وأن جهات أمنية تتخفى أو تعمل على أن لا معناها توصل المعلومات وتوصل بعض المعطيات المحددة في الملف إلى السيد قاضي التحقيق. فمثلا كنا في منذ أيام قليلة بعد اغتيال الشهيد مددنا قاضي التحقيق بمعطيات حول بعض الأطراف الظالمة، على الأقل أعطينا أرقام هواتف وأكدنا السيد قاضي التحقيق أن المعطيات التي أعطيناها له معناها معطيات هامة تساعد على إلقاء القبض على الضالعين أو المشتبه في ظروفهم في اغتيال الشهيد. مع الأسف هذه المعطيات مش موقعش استثمارها، حسينا أن هناك مساعدات ليتمكن بعض الأطراف الظالمة في الاغتيال من الهروب. كيف يبدا السلاح؟ هذا السلاح اللي ماهوش متوفر لدى الإرهابيين. هاو تشوف اليوم أنا البارح تبعت السيد وزير الداخلية والسي العربي تحفوا عن مجموعة الأسلحة اللي تم حجزها كلاشنيكوف الـ AK-47 الأحسن الناسفة والرومانات الحربية والرومانات يعني ديجرانات ما فماش مسدس. وهذه الأسلحة تلقاها موجودة في جميع ملفات الإرهاب. ما معناها اللي نجم على حسب معرفتي المتواضعة ما لقيناش في قضايا الإرهاب ما لقيناش أي مرة أن الحرس ولا الأمن حجز سلاح أو مسدس نوع بيت، لأن الجماعات الإرهابية تشري ولا تستعمل هذا السلاح الأكا يعني فيزي داسو رشاش هجومي نوع كلاشنكوف هو المتوفر في عند الجماعات الإرهابية. يعني السلاح اللي تقتل به شكري بلغيت محمد إبراهيم هو سلاح معناها مسدس ماهوش متداول عند الجماعات، وهذا مسدس كيف تشوف تبحث تجد أنه موجود عن العديد من الأجهزة الأمنية الخاصة. يخشى أن تتواصل عملية التصفية إلى حد أنه معناها يجي نهار أن يقلل الآن وانتهى ويبقى معناها الشعب التونسي ما يعرف إلا الحلقة يعني الأخيرة الحلقة اللي ماهيش هي ذات الأهمية القصوى، لأن الحلقة اللي عندها أهمية قصوى في الاغتيال السياسي هو الطرف اتخذ القرار بتصفية المعارض المناضل الزعيم شكري بلغيت.